عامة للجيش والقوات المسلحة. أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة صباح اليوم بعد سلسلة من العمليات النوعية الناجحة سيطرتها الكاملة على بلدة سفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، موقعة خسائر كبيرة في تجمعات العصابات الإرهابية والمرتزقة الأجانب الذين عاثوا فيها فسادا. تأتي أهمية هذا الإنجاز الجديد لقواتنا المسلحة من كون هذه المنطقة الاستراتيجية البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة حلب، والسيطرة عليها تعزز تأمين طرق الإمداد بالمواد الغذائية والطبية إلى أهلنا في حلب وريفها، وتشكل قاعدة انطلاق للإجهاز على العصابات الإرهابية المسلحة في الريف الشرقي لمدينة حلب. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد عزمها وتصميمها على مواصلة معركتها ضد الإرهاب، تدعو كل من غرر به من أبناء الوطن للعودة إلى جادة الصواب والاستفادة من مرسوم العفو رقم 70 لعام 2013 الذي أصدره السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، دمشق في الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2013، القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.